كانوا بدري فنجان جي. عم يستناك يا سيدي. لازم فتشك كمان. ما في داعي لقلة الأدب. أسلحتنا وتركناها. رح أحكي شوي واطلع. استناني هون عمران. ماشي معلم. بصراحة ما توقعت انه تجي بهالسرعة يا ميماتي. انت بعثت لنا طلب وأنا جاي من شان هالطلب. تفضل، أنا سامعك. أنا إجيت لعندك مشان تلغي هالخوة علينا. إيه؟ وبعدين أنت خليت الشرطة تاخدنا. بعدين؟ نحن ما رح نعطيكم الخوة وما منمرق لكم عملتكم هي. من هلا ورايح صحصح منيح أنت ومعلمك. شوف ميماتي، أنا حذرتكم بطريقة منيحة. قلتلكن إنه شرف إلكن تكونوا شركة مع كرجداق، بس ما فهمتوا. نحن ما بينقصنا شرف. لا تقطع حديثي. أنتوا مالكن أدنى بقوتكن ولا بحياتكن فيكن تهددونا، فهمت علي شو حكيت؟ بكفي إنه أنا عم بحكي مع واحد صرصار مثلك. يا رح تفهم يا رح تموت. لا تلوت ايدك بدمك ميماتي. نشارككم، مو نحنا يلي بيتاخد منن الخوة. وتذكر اني مالي صرصار. الصرصار الوحيد هي هالرصاصة اللي جوات المسدس، فمت بدري. ودير بالك على حالك. شو سويت معلم؟ ما سويت شي، حكيت له جسمه. هدول الكم، اعطيني سلاحي.